وينضم إلينا هاتفيا محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بعد التحية أستاذ مرعي، يعني تصريحات قوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، هل من الممكن أن نستشف من هذه التصريحات تصحيحا للمسار من قبل المؤسسات الدولية تجاه ما يحدث الآن من تصعيد عسكري غير مسبوق في قطاع غزة؟ خلينا يعني لو تسمحي لي ان انا ممكن اختلف شويه مع التوصيف. الموقف المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه كريم خان هو متسق تماما مع موقف كل المؤسسات الامميه والدوليه. في حاله استنفار بالفعل في المنظمات الامميه والدوليه جراء التصعيد الاسرائيلي والعدوان الاسرائيلي الغاشم على سكان قطاع غزه. الموقف السلبي اللي هو اللي احنا بصدده اصلا في دعم اسرائيل او اعطاء لها الضوء الاخضر للقيام ما تقوم به الان على مدى اكثر من 3 اسابيع في قطاع غزه هو من بعض القوى الغربيه. اما المؤسسات الامميه كالامم المتحده وحتى منظمه الصحه العالميه وحتى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده جميعهم أكدوا هناك حالة استنفار بالفعل، هناك حديث حول جرائم الحرب وحول الانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي أو إسرائيل من استهداف المباشر والجرائم التي تمارسها ضد المدنيين العزل في قطاع غزة. يعني أستاذ مرعي، هذا لا يعني أنه يمكن استثمار هذه التصريحات بشكل أو بآخر والبناء عليها من أجل يعني تعظيم التحركات الدولية ضد ما يحدث في قطاع غزة؟ بالتأكيد موقف المنظمات الأممية وما سبقها حتى من موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار العربي الخاص بضرورة وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات كاملة بشكل عاجل ومستدام إلى قطاع غزة، أنا أعتقد ده يمثل ضغط دبلوماسي وضغط دولي على إسرائيل. وأعتقد ذلك أيضا هو يعني هذا الموقف هو من بدأ يحدث يعني نوع من التغيير الجزئي في الموقف الغربي عموما. منذ قليل الرئاسة المصرية وحتى البيت الأبيض أصدروا بيانا خاصا باتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس السيسي. هناك بعض طبعا الاتصال الرئيس بايدن بالرئيس السيسي سبق اتصال منذ أكثر من ساعتين الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أعتقد أصبح هناك تحرك يعني أمريكي أكبر وجهد أمريكي أكبر بالتعاون أو بالتنسيق مع مصر بضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء ملف إدخال المساعدات. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.